اعرب عدد من المشاركين بالنسخه الرابعه من منتدى الشباب العالم عن سعادتهم بالمشاركه بالمنتدى وتقديرهم لاهميه القضايا التي سيناقشها المنتدى كذلك اكد المشاركون ان المنتدى فرصه للتعاون وتبادل الثقافات بين الشباب من دول العالم كان عندي رغبه شديده لحضور المنتدى ومهتمه جدا بمواضيعه المختلفه وبالنسبه لي فالهدف من هذا المنتدى هو ان يجمع الشباب ليتحدثوا عن المستقبل والمستقبل ملك لنا بالفعل وملك للجميع بالطبع لكن نحن لدينا الكثير لنقدمه التنمية المستدامة من الورش الهامة جدا بالنسبة لي، بالإضافة إلى التغير المناخي لأنه مهم جدا للجميع، لذلك أنا متحمسة وسعيدة لوجودي هنا، وبالمناسبة هذه هي ثاني زيارة لي لمصر، الأولى كانت منذ ست سنوات، وهذه المرة أفضل بكثير. أنا سعيدة جدا بوجودي هنا لحضور المنتدى، أولاً لأنه فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الثقافات مع الشباب من مختلف دول العالم، لم أحضر أي من هذه المنتديات من قبل وأعبر عن إعجابي به لأنه يجمع موضوعات وأفكار متنوعة تمس حياتنا بشكل عام، وخصوصاً موضوعات مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة وأهدافها التي من الواجب تطبيقها في حياتنا قبل 2030. وأنا هنا من أجل موضوعات الرقمنة والتحول الرقمي، لأننا يجب أن نتعلم أن نستفيد من هذه الفرص سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا. وأتمنى أن تكون الأيام القادمة سعيدة وأشكركم على استضافتي واعطائي الفرصة للحياة لطالما تمنيت حضور المؤتمرات الدولية ولكن لم تتح لي الفرصة لذلك من قبل وبمجرد سماعي عن منتدى شباب العالم تقدمت إليه على الفور وبمجرد قبولي شعرت بسعادة غامرة وهذه المرة الأولى لي خارج بلادي وسعيدة بوجودي في شرم الشيخ والتي تركت عندي انطباعا جيدا إنها المرة الأولى لي لحضور المنتدى وأعتقد أن وجودي هنا سيفتح أفاقا جديدة للتفكير وسأتعلم أشياء جديدة مثل التكنولوجيا والتنمية وحقوق الإنسان، وشاركت في ورشة حياة كريمة، ومن وجهة نظري هي مفيدة لمصر وستساعد على تطويرها وتطوير كل المستفيدين منها.